انت قديمه بقات متخره واحده من اهل الساكنه راني شاكرتكم كاملين ومرحبا بكم باطل جيت منها هذا شرف لنا كبير وخاصه انت بالشكر السيد الوزير شوفي هذا اللي يتكلم هون يتكلم لك عن التعدين وعن الشغل ذاك اللي دوره هو الراس انا واحده من اهل الساكنه ولا هن نتكلم لك بس من اهل الساكنه وبس من عنا متضرين من ذا من ذا من ذا التعدين اللي بين يدينا عاد تركتنا فيها الحساسيه وعاد تخلق هنا الاجهاق يخلق في الطقم ويخلق في العليات وهذا اللي قط كامل وشبع من الزئبق لو هم طرون حوم بين يدينا ما قط تحرك منه شيء وضارك حالا المعصة تجبري مو للحم ولا طالب تلحم يبيع الحم وحده واحد يقولوا هما براس يطحن يعمل الزئبق بين المعصة تخافين وماشي عليه على حامله وعلى خضرته وعلى قوته هذا من هون خطير خطير حتى الى اقصى حد هذا نعانوا منه احنا في العليات ونراعوا فيه لا نقول لك انت السيد الوالي عن مجينا بوي قلت عنا طلصنا فوضى هيك ما هي فوضى احنا قالنا عن ده يدخلوا 5 روابي شوفي لا ترش لي لا نرجع له لا نقول لك عن المهم على كنا ندور كرسي ندور كنت تدخل ندور ندخلوا عليك ونبلغوا لك حجتنا لا فوق الوسانة هون قلنا عنا فرع علينا من ندخل المهم عنا متمرضين من هذا السم اللي بين يدينا متمرضين منه هذه الشركة اللي قال لك يا زماني قلت انت عند بل فام خيانة وبل مرتعنا وبل حيواننا قلت انت دارنا في الشركة اللي تعمل اذا اللي يتعدى لعات التكرير اللي فات وشبع بالزئبة قولها هدي له مادة قالها سياني تعرفوا خطورة انت السيد الوزير اللي هيتعود تعرفي مدى خطورة تلك المادة هذا احنا راضينه 100% ورانا شاكرين السيد الرئيس اللي وقف عنا يا غير ندوركم تم اللي موقفينها عنا مدى الحياة إلى عاد ليتن ذات ندار عن بث ذوك الشرايك اللي ذات ولوثت بيئته وتحول شر هذا هو اللي طالب يمكن دولي سيدي طالب